مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورحب بكم في حلقة جديدة من مساحة للرأي. تطور نوعي لافت تميزت به هجمات داعش الإرهابية مؤخرا في العراق وسط تساؤلات مشروعة عن سر قدرة التنظيم على الاستمرارية وعجز جيوش جرارة من القوات المسلحة وعشرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عن إنهاء هذه الظاهرة والتي تبرز طارة وتختفي طارة أخرى تبعا للأزمات السياسية والصراعات بين أحزاب السلطة والمصالح الإقليمية والدولية. وقد تابع العراقيون والمراقبون بقلق شديد تناميا متصاعدا في عمليات تنظيم داعش في العديد من مناطق العراق، مع تطور ملحوظ في أساليب شن الهجمات، ما يدل على تطور قدرات عناصر التنظيم على امتصاص الحملات والإجراءات الحكومية والإفلات منها وإحداث العديد من الاختراقات الأمنية الخطيرة. حول مخاطر هجمات داعش الأخيرة في العراق سيكون الحوار اليوم في برنامجكم مساحة للرأي مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. دكتور حامد، سعداء بوجود حضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك ضيف كريم وعزيز على شاشة التلفزيون المصري يا فندم. هنفتح مباشرة هذا الملف المهم في مساحة للرأي ولكن بعد هذا التقرير. رغم انتهاء حلم تنظيم داعش بإقامة دولة خلافته المنتظرة بعد أن فقد سيطرته على معظم الأراضي التي سيطر عليها، فإن انتهاء هذا الحلم الدموي لا يعني بالتأكيد انتهاء التنظيم ولا التوقف عن إثارة التساؤلات حول مصير هذا الفصيل الإرهابي ومستقبله ومصير ما جناه من أموال. فما يزال التنظيم الإرهابي مستمر في شن هجماته، وقد تابع العراقيون والمراقبون بقلق تناميا متصاعدا في عمليات تنظيم داعش الإرهابي في العديد من المناطق في العراق، مع تطور ملحوظ في أساليب شن الهجمات، ما يدل على تطور قدرات عناصر التنظيم على امتصاص الحملات والإجراءات الحكومية والإفلات منها وإحداث العديد من الاختراقات الأمنية الخطيرة عقب سلسلة هجمات على مواقع عسكرية وأهداف مدنية في مدن العراق نسبتها السلطات العراقية إلى تنظيم داعش الإرهابي. حيث وجه مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الأجهزة الأمنية بتنشيط الجهد الاستخباراتي لبسط الأمن والاستقرار، إلا أن شكوكا تراود الجميع في قدرة الحكومة العراقية على إنهاء هذه الظاهرة بسهولة، رغم الحديث عن تنفيذ حملات أمنية متواصلة لملاحقة عناصر التنظيم الذي أعلنت حكومة بغداد القضاء عليه منذ عام 2017. ورغم تعهد السلطات العراقية بالقضاء على التنظيم ووقف عملياته، إلا أن تساؤلات تثار عن أسباب استمرارية الهجمات التي أقر العديد من النواب وقيادات حزبية أنها مرتبطة بالوضع السياسي والصراع بين الأحزاب واستخدام ورقة داعش من عدة أطراف. فمثلما تعد ورقة داعش أحد مبررات الوجود العسكري الأمريكي في العراق وتأخير الانسحاب منه، فإنها تخدم أيضا التدخل الإيراني وأطماعه في العراق. أعزائي المشاهدين، مرة ثانية بنرجع لحضراتكم وأرحب بضيفي الكريم مرة أخرى الأستاذ الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. أهلا بك دكتور حامد. أهلا بك. دكتور حامد، يعني زي ما ذكرنا في المقدمة، مرة تخفض يعني ضربات داعش ومرة أخرى إيقاد هذا العفريت الجان داعش، تنظيم غير معروف من يموله من يقف وراءه. يعني تقييمك للموقف الآن بالنسبة لهذا التنظيم يا فندم؟
دعني أؤكد على أن الموقف برمته في العراق هو موقف معقد. تنظيم داعش يسعى وبقوة إلى خلط الأوراق ومحاولة بعثرتها مرة أخرى، وهذا ما تسعى إليه هذه التنظيمات التكفيرية المسلحة التي لا ترغب بأي حال من الأحوال إلى استقرار الدولة العراقية. وهناك هدف واضح وصريح لهذه التنظيمات، كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات القادمة في أكتوبر القادم، الانتخابات البرلمانية القادمة العراقية، كلما اشتدت وكان هناك زخم من العمليات الإرهابية الحقيقية التي ترغب هذه التنظيمات المسلحة إلى أن تضعف الدولة العراقية وتظهر الدولة العراقية في موقف الضعيف وأنها غير قادرة على إجراء الانتخابات القادمة. وبالتالي تنظيم داعش يعيد يعني فلول وأزيال هذا التنظيم الخطير جدا حتى هذه اللحظة، ما زال يمارس الكثير من العمليات الإرهابية الخطيرة، أكثر من 89 طبقا للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، أكثر من 89 عملية اغتيال منذ أكتوبر 2019 منذ الحراك الذي تم في العراق لنشطاء سياسيين. أول أمس كانت هناك عملية تم كان ضحيتها الكاتب الصحفي أو الناشط السياسي إيهاب جواد الوزاني، وأمس كانت هناك عملية أخرى يعني كان ضحيتها مراسل قناة الفرات الذي يعني أطلق عليه النار في رأسي وهو الآن في المستشفى. كل هذه العمليات تظهر بقوة أن تنظيم داعش يستخدم من خلال بعض القوى الدولية، يستخدم العراق كورقة ضغط لتحقيق مصالح كبيرة، ويكون العراق هو ورقة من ضمن أوراق التفاوض في المشهد القادم سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. وأيضا يعني رجوع العراق إلى الحضن العربي وعلاقاته الممتدة، لأن مصطفى القزمي رئيس الوزراء العراقي يعني كانت هناك تنسيقات كبيرة ما بين الدولة المصرية من ناحية وما بين الدولة السعودية والإماراتية من ناحية أخرى، وبالتالي عودة العراق إلى الحضن العربي يعني يجهد كل مساعي هذا التنظيم الذي يدار من وراء الكواليس من قبل دول إقليمية وهي إيران كما يعلم القاسي والدين. نعم دكتور حامد، ولكن الغريب في هذا التنظيم يا فندم نحن نجد له فروع في كذا مكان، يعني تنظيم داعش في المغرب العربي، تنظيم داعش في الساحل والصحراء، منطقة الساحل والصحراء، تنظيم داعش في سيناء نجده مرة يخفض في مكان وينشط في مكان آخر. إيه الترابط اللي بينهم ده يا دكتور حامد؟ هل هناك دول وراء هذا التنظيم، أجهزة استخبارات وراء هذا التنظيم؟ التمويل بيجي من فين يا دكتور؟ يعني دعني أؤكد على أن هناك تمويلات كبيرة. أخذ يعني إجابتي على هذا السؤال من آخر جزء طرحته أستاذ محمد، وهو أن هذا التنظيم لديه ميزانية كبيرة جدا لتنفيذ عمليات وضرب العمق العربي بالكامل. هذا التنظيم تم إنشاؤه في الأساس لتهديد الأمن القومي العربي برمته، وتم يعني الآن نجد أن هذه التنظيمات المسلحة منتشرة في سوريا ومنتشرة في ليبيا ومنتشرة كانت بعضها في سيناء وفي دول الساحل والصحراء. ونجحت الدولة المصرية وبقوة في القضاء على هذا التنظيم في شمال سيناء، ونجحت سواء الشرطة المصرية والجيش المصري العظيم في القضاء على هذا التنظيم. ولكن دعني أؤكد على أنه عندما يجد يعني قبضة أمنية قوية يتجه إلى أماكن أخرى رخوة، يعني يبحث دائما تنظيم داعش عن الأماكن الرخوة أمنيا التي لا يوجد فيها أمن المعنى المفهوم، والتي يد الدولة دائما بتغلي في هذه والغريب يا دكتور حامد ان هناك سهولة في عملية التنقل ما بين الحدود والدول، يعني فجأة تلاقي هذا التنظيم مجموعة منه انتقلت الى غرب افريقيا، وبنلاحظ وبنشوف وبنتابع، وانتقلت الى ليبيا يعني على سبيل المثال جدود النصرة والسلطان مراد واكثر من تنظيم ارهابي تم نقل المرتزقة السوريين الذين ينتمون الى داعش. واعود بك الى الخلف مرة اخرى استاذ محمد، وهو الجزء الخاص قبل مقتل ابو بكر البغدادي زعيم داعش السابق باسبوع، والذي اعطى تعليماته الى العناصر المسلحة الذي يتبعون الى داعش بالتوجه الى ليبيا
ومنها إلى العراق، وبالتالي هذا التنظيم يشن هجمات منظمة وبالتزامن وفي أوقات محددة، وهذا كله لا تستطيع تلك الجماعات الإرهابية فقط أن تقوم بها، ولابد أن تكون ممولة، ولابد أن يكون وراءها أجهزة استخباراتية على مستوى عالي وتعطي المعلومات إلى هذه التنظيمات لكي تقوم بهذه المهام التي من ورائها محاولة ضرب العمق الأمن القومي العربي برمته وليس العراق وسوريا وليبيا فقط. نعم، هل لا يوجد تنسيق بالفعل يا دكتور حامد ما بين يعني سوريا والعراق، وبالأخص أن نحن نجد قوة متعددة أيضا موجودة على الحدود السورية العراقية، وهذه المنطقة منطقة لا نعرفها رخوة ولا أو أن هناك بالفعل في قوة تحمي هذه المنطقة، ولكن على سبيل المثال نجد أن هناك في قوة للقوات التركية، في للإيرانية، في قوة روسية على هذه الحدود يا دكتور، وعلى الرغم من ذلك هناك نشاط ملحوظ وملموس بالنسبة لهذا التنظيم الإرهابي. طبيعة هذه المنطقة أستاذ محمد هي منطقة جبلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال يعني تقييدها أو القضاء أو محاولة تأمينها بشكل كامل، لأن هي حدود متأخمة وكبيرة. الحدود ما بين العراق وسوريا تتعدى أكثر من 600 ألف كيلومتر مشترك، 600 يعني رقم كبير جدا، حدود مشتركة وحدود كبيرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضبط هذه المنطقة تحديدا إلا بتنسيق الجهود ما بين القوات العراقية والقوات السورية. سوريا كما تعلم هناك الحكومة السورية، وسوريا مشتتة ومفتتة وبالتالي يعني حتة تقريبا لا توجد دولة، يعني لا توجد دولة بالشكل المفهوم، وهناك أكثر من 6 يعني قوات داخل الدولة السورية ما بين الأمريكية والإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية وقوات بشار الأسد والقوات الإيرانية والقوات التركية، كل ذلك في شمال وفي شمال سوريا وفي شرق سوريا، وبالتالي هذه المنطقة تحديدا لا يمكن ضبطها، وبالتالي يستغلها هذا التنظيم استغلال جيد في محاولة أن يكون هناك عودة إلى التنظيم مرة أخرى ويقوم بتنظيم هذه العمليات. وأكد على أن ضبط الحدود العراقية السورية هو الخطوة الأولى التي من الممكن أن تقضي على تنظيم داعش نهائيا. طيب دكتور حامد، نحن نعلم ونتابع في الأونة الأخيرة الحقيقة صدر قرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن تقليص القوات، بالفعل تقليص القوات الأمريكية في العراق، وأيضا إنهاء وجود القوات الأمريكية في أفغانستان. هل تعتقد يا فندم أن هناك هيبقى في توسع في المرحلة القادمة بتقليص هذه القوات الأمريكية داخل العراق وبإنهاء وجود التواجد الأمريكي في أفغانستان؟ في ظني وفي تقديري هيحصل فراغ؟ سيحدث فراغ كبير. نعم. وهذا سينعكس سلبيا على الدولة العراقية. كان أولى أن توجد هذه القوات التي تساعد القوات العراقية في القضاء على فلول وزيول داعش. لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني أكثر من 3000 جندي موجودين في العراق ما بين القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، هذه القوات كانت بتمثل عصا غليظة لضرب هذه التنظيمات المسلحة، وبالتالي يؤكد على أن خروج هذه القوات و عدم استبدالها بقوات فراغ. أمنية ستحدث فراغ كبير جدا. فراغ أمني سيستغله داعش، وهذا ما يحدث الآن بعد الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي الثالث الذي تم منذ أكثر من شهر تحديدا، وتم بناء عليه الاتفاق مع الحكومة العراقية بقيادة مصطفى القاسمي والإدارة الأمريكية على تقليص عدد القوات بأكثر من 60%، وبالتالي هذا يمثل ضعف كبير للدولة العراقية في هذا التوقيت، وهذا ما تسعى إليه القوات التي لديها أهداف داخل الدولة العراقية والتي تستخدم أزرعها عن طريق استخدام داعش في أن تخرج القوات الأمريكية، وهذا ما شاهدناه بالفعل. حجم التعدي على القوات الأمريكية للضغط عليها لإخراجها من المشهد العراقي في الفترة الأخيرة أصبح كبيرا جدا، لكي لأن هذا ما تربو إليه، وهذا هو الهدف الأسمى والأكبر الذي تسعى إليه إيران من خلال داعش في الضغط على الإدارة الأمريكية لإخراجهم من العراق في هذا التوقيت تحديدا، لكي يعيد داعش وتكون العراق ورقة ضغط لاستغلالها في التفاوض مع الإدارة الأمريكية في الملف النووي الإيراني والخمسة زائد واحد. يعني هل يمكن استغلال القوى في هذا التنسيق اللي بيتم يا فندم، المفاوضات ما بين القوات ما بين إيران والولايات المتحدة، في أن إيران يبقى لها دور للقضاء على هذا التنظيم؟
لا لا أظن وتقديري مستحيل يعني مستحيل مستبعد تماما أن يكون هناك لأن هذا التنظيم هو صناعة إيرانية وهي تستغله لضرب أهداف عراقية وتحقيق مصالحها في العراق وهي أزرع معروفة جميع الاغتيالات التي تتم في العراق الآن وتصفية النشطاء السياسيين بتقوم بها الأزرع الإيرانية لأن كلما يحدث نوع من أنواع محاولة القضاء على الفساد أو حالة الأزمة بس الفكر فكرة تنظيم داعش دكتور حامد مختلف تماما عن استراتيجية ومفهوم ودولة والدولة الإيرانية يعني الفكر مختلف ولكن يتم استخدامه يتم استخدامه كوسيلة وكزراع لتحقيق الأهداف الإيرانية يعني ممكن يبقى بينهم أهداف مشتركة طبعا وأؤكد أيضا أن العراق يعني العراق لكي يكون هناك استقرار سياسي لابد أولا أن يكون هناك استقرار اقتصادي الاستقرار الاقتصادي في العراق يعني أغلب مصافي النفط على العراق يعني تستورد أكثر من 40% من احتياجاتها النفطية من إيران ورغم أن العراق كانت قوة اقتصادية لا يستهان بها وبها الكثير من ولكن مصافي النفط قد تهالكت وتآكلت ولابد أن يتم إعادة بناء هذه المصافي مرة أخرى ومحاولة إنتاج الإنتاج الكافي الذي يكفي الدولة العراقية وأيضا على مستوى الحاصلات الزراعية يتم استيراد الكثير من الحاصلات الزراعية رغم أن كانت العراق يعني من أكبر الدول المنتجة للحاصلات الزراعية والمنتجات الزراعية كل هذا إذا أحدثت يعني العراق استقرارا اقتصادي سينعكس وبشكل إيجابي جدا على النواحي السياسية وبالتالي يكون هناك يعني نوع من أنواع الاستقرار السياسي مبدئيا يتبعه استقرار اقتصادي طيب حساسا حضرتك يا فندم هنشوف هذا التقرير الصحفي وارجع لسعادتك مرة تانية معاذ العمري أشار إلى تقرير أمريكي عن سيطرة الميليشيات الشيعية العراقية على موروثات تنظيم داعش في العراق والتي تمثلت في السيطرة على الأراضي التي كانت تحت سلطة التنظيم الإرهابي وكذلك التحكم في آبار النفط والعلاقات التجارية عبر الحدود العراقية السورية عبد الوهاب بدرخان يرى أن موجة التصعيد التي أقدم عليها تنظيم داعش في العراق أخيرا واستهدف فيها قوى الأمن الاتحادية وقوات البشمركة الكردية كشفت عملياته نقاطا هشة توجد فيها ثغر أمنية في المناطق العراقية المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل خالد اليعقوبي يرى أن التراخي الأمني هو السبب في تصاعد هجمات داعش وهذا التراخي في رأيه مرتبط بالسياسة وعندما يكون العراق في مقتبل استحقاق انتخابي يكون هناك تراخ في الأمن فالملف السياسي في العراق ينعكس على الأمن وهذا التراخي تستغله التنظيمات الإرهابية فاضل الغراوي يرى أن الجرائم الوحشية لعصابات داعش الإرهابية في العديد من محافظات العراق وقتلهم للمدنيين وترويعهم والهجمات المتوالية ضد القوات الأمنية يؤكد أن عصابات داعش الإرهابية ما زالت نشطة وأنه قادر على التحرك مرة تانية أعزائي المشاهدين وضيف الكريم الأستاذ الدكتور حامد فارس دكتور حامد لو تحدثنا عن الوضع يعني داخل العراق بالنسبة للناحية الطائفية والتقسيم الطائفي اللي موجود يا فندم ده بيساعد بالفعل تنظيم داعش على إن هو يبسط نفوذه داخل الإرادة العراقية يعني المحاصصة الدينية هي الـ 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 السبب الأول لانهيار أي مجتمع مفيش كلام وبالتالي يعني لابد أن يخرج العراق من هذه المحاصصة الطائفية أو المحاصصة الدينية ويكون يعني نظام الحكم لا يتبع دين أو دين معين ولابد أن تكون هناك خروج من هذا المشهد برمته ولكن إيران تستغل هذه النقطة تحديدا يعني في العمل على نوع من أنواع إحداث الفرقة وشرخ كبير في المجتمع العراقي برمته
وهذا ما تبحث عنه دائما وأبدا، وتلعب على الوتر الطائفي في تأجيجه وتأجيج الصراعات. وأيضا يعني أؤكد، ولكن يعني دعني أؤكد على أن يعني هناك تغير ولو حتى نوعي في المشهد في العراق. فمثلا يعني كما يعلم القاسي والداني أن منطقة قربلاء التي تم اغتيال فيها الناشط السياسي إيهاب جواد الوزني، يعني هي منطقة شيعية، ولكن كان هناك نوع من أنواع الغضب الشعبي العارم تجاه إيران، وكان هناك تعدي على القنصلية الإيرانية في قربلاء، وهذا يعني يبشر بنوع من أنواع يعني خروج الوضع عن السيطرة بالنسبة لإيران في هذه المنطقة تحديدا، ومحاولة رأب الصدع بين الأشقاء في العراق، والعمل على توحيد الصف، وأن تكون القيم المواطنة الحقيقية هي التي تقوم عليها الدولة العراقية، لا فرق بين مسيحي وشيعي وسني ودرزي، وهذا ما دائما وأبدا تستغل الدول الإقليمية في التعامل مع الملف العراقي وتغذية هذا الصراع لإحداث يعني شقوق كبيرة في المجتمع العراقي. وبالتالي لابد أن تكون هناك اختيار الحكومات باعتبارات الكفاءة وليس بالاعتبارات الدينية. طب دكتور حامد، ما في شك إن حتى يتم القضاء على تنظيم داعش داخل العراق ده محتاج مجهود كبير يا فندم، وبالأخص المجهود الاقتصادي. يعني نحن نعلم ان العراق بتمر بأزمة اقتصادية كبيرة، ديون العراق تفاقمت للغاية، وصلت ان هي حتى تسدد العراق ديونها عايزة 27 سنة. حضرتك ذكرت ان برضو مصافي البترول تهالكت تماما، يعني وفي برضو بعض المشاكل بالنسبة لي الأنهار البنية التحتية، الأنهار فرات الدجلة والفرات الحقيقة، وفي بعض الدول اقتصت حصص كبيرة جدا من حصة المياه في صراع المياه والصراع القادم. بالفعل يا فندم، ده ما فيش شك انه هيأثر على يعني دور العراق في القضاء على هذا التنظيم. دعني أؤكد لك أستاذ محمد، ومن خلال هذا منبرك الإعلام الكبير، دعني أؤكد لك على أنه لابد أن تكون هناك وقفة عربية ومحاولة عودة العراق إلى الحضن العربي، لأن بدون القوى الإقليمية الرئيسية اللعبة في المشهد العربي والإقليمي سواء مصر أو السعودية أو الإمارات، تلك الدول من الممكن أن يكون لها دور في محاولة انتشال العراق من عصرته، وهذا ما شاهدناه وعودتها مرة أخرى إلى الحظيرة العربية. طبعا وهذا ما شاهدناه من خلال تعاون وتنسيق كبير من خلال الآلية الثلاثية مصر والعراق والأردن من ناحية، وتعظيم الشراكة الاقتصادية، وشاهدنا أكثر من زيارة ما بين رئيس الوزراء بوفد كبير إلى العراق، وتم توقيع أكثر من اتفاقية اقتصادية كبيرة مع الجانب المصري والجانب العراقي، وأيضا هناك حجم استثمارات رصدته الشقيقة السعودية تعدى 3 مليارات دولار من خلال إقامة صندوق سيادي في التعاون الاقتصادي ما بين العراق والسعودية من ناحية، وأيضا 3 مليارات أخرى من الشقيقة الإمارات، وهذا ما من الممكن أن تنتشل العراق من هذا الجحيم ومن هذه التيارات المتضادة التي ترغب في هدم الدولة العراقية بكافة الطرق وبكافة التوجهات. الدعم الاقتصادي الكبير الذي من الممكن أن يولي إليه الوضع الاقتصادي المتأزم، أيضا الوضع السياسي لابد أن يكون هناك دعم لإجراء عملية سياسية حقيقية وإجراء الانتخابات البرلمانية وعدم الانسياق وراء هذه الهجمات الإرهابية التي يقوم بها داعش. الهدف منها هو في الأول والآخر هو العمل على ألا تجرأ الانتخابات، وأن تكون يعني ليس هناك سلطة حقيقية منتخبة من قبل الشعب العراقي في أكتوبر القادم. وبالتالي الدعم السياسي والدعم الاقتصادي وأيضا الدعم الأمني، وأضع تحت هذا الدعم تحديدا الدعم الأمني 1000 خط، لأن الآن الأمن هو أمن معلومات، ولابد أن يكون هناك يعني معاونة استخباراتية كبيرة ما بين هذه الدول والعراق لكي يعلموا من هم ذيول داعش وأين يقومون، ويكون هناك رصد لهم ومحاولة استهدافهم والقضاء عليهم لكي تستقر مرة أخرى الدولة العراقية. طيب دكتور حامد، ما فيش شك طبعا أن وجود الرئيس أو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس الحكومة في العراق، يعني هذا الرجل ما فيش شك أنه هو يعني
قدم لمسات والحقيقة ليه يعني بعض الإنجازات اللي تمت داخل العراق والحكومة، وبالأخص هو يتولى عز أكد على الجزئية اللي سعادتك ذكرتها إن الأمن معتمد على المعلومات، هو بجانب إن هو رئيس وزراء العراق وأيضا برأس رئيس المخابرات العراقية. ده انعكاسه إيه يا فندم على الوضع الأمني هيبقى في العراق؟ يعني لابد أن نعطي كل ذي حق حق. قام بمجهود كبير مصطفى القزمي في محاولة إنقاذ العراق وانتشاله من هذا من براسن داعش، ولكن كل ما يحدث في العراق لا يمكن بأي حال من أحوال أن نحمله إلى حكومة مصطفى القزمي بالفعل. لأنها تراكمات كبيرة من حكومات متعاقبة، سواء حكومة عادل عبد المهدي وقبلها من الحكومات التي تركت إرثا ثقيلا لهذه الحكومة لكي تخرج من عصراتها وقبواتها. وبالتالي أؤكد بقوة على أن مصطفى القزمي لابد أن يكون هناك دعم كبير من قبل يعني الدول العربية للكيان السياسي العراقي، ولابد أن يكون هناك توافق وانسجام ما بينهم وتبادل المعلومات، لأن لابد أن يكون هناك هذا التنسيق الكبير سينعكس بشكل إيجابي على عودة العراق مرة أخرى إلى الحضن العربي التي لابد أن تعود إليه مرة أخرى، لأن العراق هناك قوى إقليمية بعينها ترغب في ألا يعود العراق إلى الحضن العربي، وأيضا التبادل التجاري ومحاولة إقامة يعني كما تعلم كان هناك مشروع كبير بين مصر والأردن والعراق وهو مشروع الشام الجديد الذي يرغب في نقل البترول مقابل إعادة الإعمار ويمر عبر الأردن، وهذا المشروع إذا تم سيحدث نقلة نوعية كبيرة ويعيد ترتيب البيت العربي برمته ويحدث نقلة اقتصادية كبيرة لمصر والأردن والعراق، لأن الأردن يعاني من مشكلات في النفط والغاز وسيحصل عليه نتيجة إمداد الأنابيب الخاصة من العراق إلى عبر الأردن إلى مصر، وبالتالي ومصر ستقوم بإعادة الإعمار في العراق، وهنا يحدث التكامل والتكامل الكبير ما بين كافة الدول العربية، وهذا ما يمكن أن يتم البناء عليه بالإضافة إلى التعاون الأمني والتعاون السياسي والاقتصادي ما بين الدول الخليج العربي لإحداث شكل جديد لمنطقة الشرق الأوسط لكي تجابه التحديات الكبيرة والإقليمية التي تعاني منها، ومن على سبيل المثال الوضع في اليمن وأيضا الوضع في التهديدات الإيرانية في الخليج العربي والتهديدات الإيرانية في سوريا وأيضا التهديدات التركية. لذلك لابد أن يكون هناك تكاتف وانسجام كبير ما بين كافة الدول العربية لمحاولة الحفاظ على الأمن القومي العربي. سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور، تنظيم داعش زي ما ذكرنا في بداية الحلقة إن هو متواجد في ليبيا ومتواجد في سوريا ومتواجد في العراق، جزء منه في دول المغرب العربي، جزء في منطقة الساحل والصحراء، ونحن نعلم إن هناك قوة فرنسية وبعض الدول الأوروبية موجودة في منطقة الساحل والصحراء. هل هذا التنظيم يعني عملياته الإرهابية اللي بيقوم بيها فندم بتبقى مختلفة من منطقة لأخرى، ونوع الأسلحة اللي بيستعملها بتبقى مختلفة من منطقة لأخرى؟ طبيعي، لأن هذا التنظيم يعني له أيديولوجيات مختلفة وله أفكار مختلفة ينفذها في الأماكن التي تتناسب مع هذا التنفيذ ومع المعطيات المتاحة ليه على أرض الواقع. يعني معظم العمليات اللي بتتم على سبيل المثال، وأنا أسف أو مقاطعة حضرتك، معظم العمليات اللي بتتم على سبيل المثال في منطقة الساحل والصحراء هي عمليات اختطاف وطلب فدية والهجوم على مدارس مثلا لأطفال لتلاميذ، واغتيال رئيس تشادي إدريس دبي. فكل ذلك وكل هذه المعطيات بتؤكد على أن هذا التنظيم هو تنظيم خطير بيستغل كل أدواته حسب المعطيات الموجودة أمامه، ويستغل هذه لكي يضغط على الدول، سواء يضغط من ناحية على فرنسا وعلى القوات الفرنسية ويضغط على دول حوض الساحل والصحراء الموجودة، لأن القواعد العسكرية الفرنسية أصبحت مهددة الآن من قبل هذا التنظيم الذي لديه يعني أزرع في كافة الدول الأفريقية، أيضا في الصومال وأيضا في يعني في الكثير من الدول، وبالتالي لابد أن يكون هناك مجابهة دولية حقيقية لهذا التنظيم، لأنه إذا لم تكن هناك هذه المجابهة التي طالبت بها الآن سيعيد التنظيم بناء نفسه من جديد، وهذا ما يمثل خطر جسيم ليس على منطقة الساحل الأفريقي فقط ولا على المنطقة العربية ولكن على العالم أجمع.
الحقيقة أنا سعدت بوجودي مع حضرتك يا دكتور حامد، وإن شاء الله اللقاء يتكرر مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية، كان ضيفا كريما علينا النهاردة في برنامجنا مساحة للرأي. في نهاية هذه الحلقة لا نتمنى إلا الاستقرار والأمن والسكينة للعراق الشقيق بلد الرشيد، كل المحبة والود لهذا الشعب وهذه الدولة العربية الشقيقة. ملتقانا يتجدد إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مساحة للرأي، لكم مني ومن دكتور حامد أطيب وأرق المنى، في أمان الله.